والفرح والسرور والغبطة التي يشعر بها المؤمن أثناء صيامه وحين فطره حين يفطر، أليس كذلك؟ لا سيما لمن ذاق، لمن عانى الصوم بمعنى تعب في صومه وشعر بالعطش والجوع، فإن المرء حين يشرب كأس الماء البارد بعد يوم قائض يعلم مقدار الفرحة التي يدخلها هذا الماء إلى نفسه، أو إذا اشتد به الجوع يعلم مقدار الفرحة التي يشعر بها المؤمن حين يتناول طعامه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، وهي والله فرحة لمن عانى وكابد الصوم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والفرحة الأعظم حين يلقى ربه بهذا الصيام. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يفرحنا عند لقائه، إنه سميع مجيب. لكن تأمل إلى هذا الملمح الفقهي الجيد الطيب الذي تلمحه ابن رجب رحمه الله تعالى حين قال: وفرحة الصائم عند فطره هذا من فضل الله ورحمته، فيدخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أطيبها وما أحسنه من استنباط. والله يقول هذا الصائم إذا فرح عند فطره هذه الفرحة، بهذه الفرحة يدخله الله تعالى تحت شرف هذه الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.